السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هتكلم معاكم النهاردة عن فيديو مهم جدا، وهو ازاي اذاكر في الجامعة. طيب، طبعا المذاكرة في الجامعة مختلفة عن الثانوية تماما. في ناس كتير جدا مش بتبقى عارفة تذاكر ازاي في الجامعة، ولا بتبقى عارفة حتى تتأقلم مع وضع الجامعة. فعشان كده حبيت ان انا اعمل الفيديو ده. بحب بس أبدأ بسؤال مهم، وهو أحضر محاضرات ولا لأ؟ طيب، دي حاجة هتعتمد عليك أنت. يعني إيه هتعتمد عليا أنا؟ يعني لو أنا شايفة إن أنا بروح الكلية وبستفاد من المحاضرة اللي بتتشرح وبفهم منه الدكتور ده، فطبيعي جدا أروح، لازم أروح يعني. لكن لو لأ، فيعني ده ليه؟ يبقى بروح بقى المحاضرة بتكون على الأقل خالص ساعتين. في مثلا ممكن يبقى يومي محاضرتين ثلاثة أو أكتر، فضيعت اليوم كله، ومواصلات بقى ومصاريف وتعب ووجع دماغ ومجهود، يعني كل حاجة بتبقى مش لطيفة. فأنا ليه أروح أضيع وقت وخلاص؟ فيعني كل واحد بقى إيه، يعني بعرف هو بيعمل إيه كويس. تمام. طيب، ده بالنسبة لحتة المحاضرات. بعد كده بقى أنا دلوقتي عايزة أذاكر. تمام. او يعني اذاكر ازاي؟ اول حاجه المفروض ان انا بكون في وضوء، يعني لازم يكون وضوء. تمام. علشان يعني بيبقى حاجه كويسه ان انا بقعد وانا بذاكر في وضوء، عشان حتى ابقى اطرد بقفل باب الشيطان يعني. تمام. كمان ابدا اقرا صفحه او صفحتين من القران. تمام. على حسب انا عايزه يعني صفحه او صفحتين مش اكتر يعني. بعد كده ابدا اقول دعاء بتاع المذاكره. تمام. بعد كده بقى ابدا احفز نفسي وسيستم دماغي كده، اللي هو يعني انا دلوقتي عايزه اعمل ايه، عايزه اذاكر المحاضره دي، عايزه اذاكرها ليه. فبقى عندي هدف من اللي انا هعمله ليه، علشان دماغي تخليني اركز في الحاجه اللي انا بعملها دي، وما تخلينيش افصل او ابقى مشتته وابقى مش عارفه اعمل ايه هنا وكده. فانا لازم احفز نفسي يا دماغي، انا دلوقتي هذاكر المحاضره دي عشان عندي هدف معين، هو كذا عايزه اوصل له. فانا محدده الهدف بتاعي كده، والحاجه اللي انا عايزه اوصل لها، انا مثلا عايزه اخلص المحاضره دي عشان ارتاح منها. قول لدماغك كده، اللي هو انا هخلص المحاضره دي وبعد كده اعمل لك اللي انت عايزاه. فطول ما انا بذاكر المحاضره، فانا مفيش اي حاجه تانية في دماغي غير وانا بذاكر المحاضره. بعد كده بقى افتح الفون وافتح الفيس وافتح النت وافتح اي حاجه انا عايزاها، واعمل اي حاجه انا عايزاها، لكن يا دماغي انا حاليا دلوقتي هذاكر. تمام. فدي اول حاجه كده انا سيستمت نفسي، ودي بتودينا على حاجه ان انا هقفل الفون تماما، او بمعنى اصح اقفل النت، لان في الغالب ان معظم طلبه الجامعه بيذاكروا اصلا من الفون يعني. تمام. فانا هقفل النت مش اكتر، لان بيخرب يعني حرفيا بياكل الوقت. ببدا ممكن ده في لو النت مفتوح في رساله جات لي اشوفها بس بسرعه وارجع اجي اذاكر. والله العظيم بتدخل تشوف رساله، سبحان الله، بتلاقي بقى الشيطان في مش عارفه ايه، طب اشوف الاستوري ده بقى كده. فانا ليه بياكل الوقت يعني؟ تبقى داخل تشوف حاجه ثانيه، وبص تلاقي الشيطان خليها لك الثانيه دي بقت ساعه واثنين وثلاثه واكتر. والمشكله بقى حاجه كمان، يعني يا ريت بعد ما ببص الاقي مثلا في الساعه، يا نهار ابيض، عدى ساعه وارجع اذاكر او ابدا بقى تاني. لا، مفيش والله. يا اما بتزهق وبتقول لا، ما البدايه كده، فانا مش هذاكر اصلا، وخلاص بتقفل الدنيا وبتقفل الكتاب وتلاقي قايم اصلا. يا يعني في الغالب ما فيش حد بيكمل يعني. انا نفسي لما بعمل حاجه زي كده، فمش بقى مش بقى مش ببقى عايز اذاكر بقى خلاص. هو انا بدات البدايه غلط، فكل حاجه باظت على كده. فليه؟ فمن البدايه كده هنقفل النت، واي لو انا مش محتاجه التليفون وفعلا الكتاب معايا، ومش يعني مش محتاجه التليفون في اي حاجه تبع المذاكره، فايه، فانا لا اشيل الفون اصلا بعيد عني خالص. تمام. طيب، كده قرات صفحه من القران او اتنين، قرات الدعاء، سستمت دماغي ان انا اذاكر عشان اعمل كذا، وقفلت الفون وقفلت النت والدنيا تمام. هبدأ بقى أجهز كل أدواتي وكل حاجة أنا هحتاجها، أقلامي بقى، كتبي، الكشكول بتاعي، النوتة بتاعتي، أيا كان بقى الحاجة اللي إيه اللي أنا عارفة إن أنا هحتاجها أجهزها. ويبقى جنبي كمان مية، وجنبي أي حاجة بقى أنا شايفة إن أنا هحتاجها، حاجة مثلا هحتاج أشربها أيا كان، فده كله يبقى جنبي. كمان بقى الحتة دي تودينا لحاجة مهمة أوي، يعني وأنا بذاكر أقعد في مكان يكون فاضي مفيهوش غيري أنا، أو اللي هو مكان يعني مثلا لو هو في مكان معين للإيه للمذاكرة وخاصة، فده بيخليني مفيش تشتت بقى، واقعد اصلا يعني مش ببقى فاهمة الناس اللي تقول لك انا هذاكر وانا قاعدة مع اصحابي، دول بيعملوها ازاي
يعني مش عارفاها بجد، او اللي هو في الغالب ده بيقول كلمة وده بيقول كلمة وخلص على كده بقى الساعتين او الثلاثة اللي احنا عايزين نذاكرهم راحوا على كده، او اللي بيقعدوا قدام التلفزيون، او اللي بيقعدوا وبابا وماما، يعني ايا كان الناس اللي قاعدين جنبهم اللي هو انا بذاكر ازاي، انا ما اعرفش دول بيعملوها ازاي، بس المفروض ان انا هذاكر فخلاص انا جهزت حاجاتي وفي المكان اللي انا بقى اذاكر فيه وخلاص، يعني بعيد عن اي حد عشان ما فيش تشتت والشيطان ما ياخدنيش بقى الحتت، يعني نحاول نقفل باب الشيطان من كل حتة ممكن يدخلنا منها. تمام. طيب الجامعة مذاكرتها مش بتبقى كتير، يعني لو ساعتين أو ساعة، ساعتين ساعة بالكتير في اليوم يعني يوميا، دول بيظبطوا الدنيا، بيبقى كفيلة إن هم فعلا يخلوك ميبقاش فيه تراكمات وتبقى موادك متظبطة والدنيا مية مية. يعني حتى بيبقى في جامعات وكليات بتبقى مذاكرتها كتير وبتبقى المحاضرات انجليش والدنيا رخمة يعني، بس برضه مش بتبقى محتاجة ان انا اذاكر كتير، يعني لو انا قعدت التركيز بس الساعتين او التلاتة اللي انا قعدتهم بكتير خالص هتلاقي الدنيا ظبطت ومش محتاج اي حاجة تاني. تمام. طيب بعد كده بقى انا المفروض بقى لما بروح المحاضرة، الناس بقى اللي هتحضر المحاضرات تاخد معاها بقى نوتة صغيرة كده وقلم، هتعمل ايه بقى بالنوتة دي؟ هتبدأ تسجل الحاجات اللي الدكتور بيقولها في النوتة دي، أكيد مش كل حاجة، لا هتسجل مثلا حتة الدكتور قالها مهمة والدكتور مثلا عمال يكررها كتير، ممكن الدكتور ما يقولش ان هي مهمه بس انا شايفه، او انا من خلال شرح الدكتور للموضوع او الحاجه اللي هو بيتكلم فيها فانا ببقى عارفه الحته دي مهمه ولا لا، فببدا اكتبها. سؤال مثلا الدكتور قال وخايفه ان انا انساه، برضه اكتبه. حته وحته مثلا اتقالت او معلومه اتقالت من بره بس انا خايفه مثلا ايه تطير وما تثبتش وكده، فانا اكتبها الحاجات دي، الحاجات مثلا الرئيسيه اللي الدكتور بيتكلم فيها وكده، فاكتبها في النوتة. ممكن يكون معايا الكتاب، يعني تبقى حاجه كويسه جدا ان انا ابدا برضه يكون معايا ماركر وابدا اعلم الحاجات اللي الدكتور مركز فيها واللي الدكتور بيشرحها، هتبقى بتفيد جدا وقت الامتحان في ان انا ببقى محدده الحاجات الاهم، يعني بيبقى في حاجات مهمه وفي حاجات اهم، فدي بتبقى مفيده جدا في الغالب بيجي منها معظم الامتحان. يعني ده بالنسبه للنوته، ان انا يعني يا حبذا ان انا اخد نوته مش ببقى قاعده كده في المحاضره زي الباشا يا دكتور قاعده بسمع الدكتور مرحبا ماشي، لكن لا يبقى معايا نوتة او معايا الكتاب او الاتنين عادي، واسجل فيهم الحاجات دي، الحاجات المهمة، الحاجات الاساسية، سؤال اتقال كده مش كده، حتة مهمة خايفة انساها، فبتبقى بتظبط الدنيا يعني. طيب كده انا سجلت في النوتة والدنيا تمام. اول بقى لما هروح مثلا، لو في ناس هتذاكر المحاضرة في نفس اليوم وفي ناس مش هيبقى متاح ليها، ايا كان يعني الوقت اللي انا هذاكر فيه، بس الاحسن ان اكون في نفس اليوم او اول ما يتيح لي فرصه ان انا اذاكر المحاضره ابدا اذاكرها على طول. تمام. طيب هبدا بقى دلوقتي انا ذاكرت هذاكر بقى المحاضره، اعمل ايه؟ ابدا افتح النوتة اللي انا كنت مسجله فيها والدكتور بيشرح دي اقرا كل الحاجات اللي انا كنت مسجلها فيها، دي بتديني كده تجميعه محترمه للمحاضره، تخلي المحاضره تبقى بتيجي كده بصوره كامله في دماغي، فبتبدا تفكرني تاني بالمحاضره وتظبط الدنيا جدا. بعد ما قرأت النوتة أعمل إيه؟ أبدأ أفتح الكتاب بقى بتاعي أو المذكرة اللي أنا بذاكر منها وأبدأ أقرأ بقى، وأحاول وأنا بقرأ، يعني دي يعني بتختلف من شخص لآخر، يعني في ناس بتحب تقرأ وتعلي صوتها وتسمع نفسها، ودي الحاجة اللي أنا بحبها اللي هو يعني بتفيد جدا إن أنا أشغل حاسة السمع كمان، إن أنا تبقى ودني سامعة اللي بقي بيقراه وبيقوله، فبتبقى بيتثبت المعلومة أكتر وبيبقى مستوى الفهم بيبقى عالي. يعني في ناس بتحب تذاكر سايلنت عادي، يعني ما دام انا فاهمه تمام قشطه، لكن الاحسن ان انا اذاكر وانا بعلي صوتي، فبتبقى حاجه حلوه، بخلي حتى مش ببقى مش بدي فرصه ان ودني تسمع حاجه تاني او صوت معدي من بره او اي حاجه، لان يعني دايما ودني تسمع الحاجه اللي انا عماله اقراها بس يعني. طيب فكده انا بقرا، واحاول بقى كمان حاجه حلوه اعملها ان انا اشرح لنفسي، يعني اللي هو الحته دي بتقول كذا عشان كذا، وهنا عشان كده، فاللي هو وانا بقرا اشرح لنفسي وهنا عملوا كذا علشان كده. تمام. وافهم نفسي بالراحه واربط المعلومات ببعضها. تمام. يعني حته ربط المعلومات ببعضها خاصه في الحاجات بقى الصعبه اللي انا خايفه انساها، في حاجات في بعض المواد بتبقى حفظ كده ورخمه، فبيبقى معظمها اللي هو الحته دي هتطير مني بسرعه ومش عارفه قوي هنساها وكده، فالحاجات اللي زي كده دي تعمل لها ايه قصه، يعني حاول تربطها كده بحاجه معينه عندك مش كده. يعني مثلا انا كان عندي حاجه لسه واخدها من قريب اللي هي الكانولا وانواعها، عندنا الكانولا 7 انواع بسبع وسبع انواع بسبع مقاسات والوان. تمام.
فانا كنت خايفه انساها وكده، وانا قاعده بذاكر اللي هو انا مش عايزه انساها، ومش عايزه اقعد بقى كل ما اجي افتح البتاع اقعد اقراها واقراها كذا مره يعني. فروحت عامله لها حاجه كده حقيقي ثبتتها في دماغي وما خلتنيش نسيتها تاني. يعني مثلا احنا عندنا اول لون من الكانولا اسمه الاورنج، فالاورنج ده كان مقاس 14، فانا كنت بقول ايه بقى اورنج 14 وبس، جرين 16 يابي، جرين اللي هو الاخضر، فالجرين ده حروفه اكبر من الجري شويه، يعني ايه كلمه جرين اكبر من جرين يعني في الكلمات، حاجه كده عبيطه شويه بس انا كنت بتثبت معايا المعلومه بصراحه. فكنت بقول ايه بقى جري 16 يا بي، جرين 18، 18 ليه؟ عشان هي جرين كلمه جرين اكبر من جري فتبقى جرين 18، بينك 20 تانك، وهكذا بقى باقي الايه باقي الالوان والمقاسات يعني. فثبتت معايا ومش محتاجه ان انا اذاكرها تاني، والدنيا بقت تمام يعني. فكده بقى اي حاجه عندك زي كده اعمل لها، احاول اربطها بكده بحاجه، اربطها بقصه ايا كان يعني. كمان في طريقه انا بحب جدا اذاكر بيها، طريقه غريبه شويه بس حقيقي يعني، انا ما كنتش بعترف بيها في الاول، او ما كنتش اللي هو لما سمعتها اللي هو ايه الطريقه دي، وما كنتش كنت يعني هو يعني قلت مش هتبقى فعاله وكده، بس لما جيت اتزنقت في وقت الامتحانات حقيقي نفعت معايا جدا، ويعني فادتني كتير جدا. طب ايه هي بقى الطريقه دي؟ اتشوقت ان انا اعرفها. ايه طريقه المشي؟ يعني ايه اللي هو انا وانا بذاكر همشي، يعني هو رايح جاي كده، انا ماسكه الكتاب كده في ايدي وماسكه القلم بتاعي او الماركر بتاعي ورايحه جايه. حقيقي الطريقه دي فعاله جدا والله، ما بتخلي الشيطان يدخل لي ولا بتخليني افكر او اسرح في اي حاجه ايا كان، لان في الغالب انا بقعد اذاكر بفتكر حاجات من 90 سنه فاتت، انا ما عنديش 90 سنه اصلا. المهم يعني فايه، فبتخليني افتكر، بتخلي الانسان فعلا اللي هو بتبص تلاقي دايما الشيطان داخل له مش عارفه نسيت اعمل كذا واصل ايه وسرحت في الحته الفلانيه. طب ليه؟ فحقيقي الطريقه دي فعالة جدا، ويا ريت تجربوها. انا والله لما سمعتها كنت سمعتها تقريبا ايام من الثانويه، فاللي هو قلت ايه ده رجليا هتوجعني ومش وهقعد رايحه انا عايزه اقعد اكتب ومش عارفه ايه واعلم مش عارفه لا حقيقي لما جيت بقى اتزنقت في ايام الجامعه في الامتحانات، والله لما جربت الطريقه دي لميت لي كميه حاجات كتير جدا، كنت بخلص في الساعة حاجات ممكن اخلصها في ساعتين وثلاثة. فالطريقة دي مهمة، ان انا امسك الكتاب وافضل رايحة جاية كده واعلم وانا ماشية ومش عارفة ايه، واخلي كرسي جنب المكتب او حاجة، بحس ان انا لو تعبت اجي قاعدة على طول، فاقعد مثلا 5 دقايق وارجع اقوم امشي تاني. فحقيقي طريقة فعالة وجميلة جدا، جربوها وقول لي رأيكم فيها يعني. كمان نقطة مهمة جدا برضو من موقف برضو حصل لي، اللي هو وانا بذاكر احاول ان انا دايما ابص في الكتاب قوي، يعني اللي هو انا بذاكر فانا ابص في الكتاب بس بقى ايه، عيني على كل كلمه بقراها وعيني على الحته دي مثلا الكلمه دي مكتوبه هنا والكلمه دي مكتوبه هنا، فابقى ابص في الكتاب قوي وانا بقرا. الحته دي بفادتني او لها موقف معايا يعني، جيت في مره في امتحان جالي سؤال انا كنت متلخبطه ومش عارفه متشكه بين اجابتين يعني وكده، فجيت انا مش عارفه مش دي ولا دي، فالسؤال هيطير مني وانا متشكه بين اجابتين. فروحت بقى اللي هو هديت كده وبدات اللي هو افتكر بقى الصفحه، لقيت الصفحه كده جايه في خيالي كده، اللي هو الصفحه كان جزئين، وقلت اه بس الاجابه دي كانت في الجزء اللي فوق وهي مش هتبقى اجابتها، فاخترت التانية ففعلا وطلعت صح. فاللي هو فادتني جدا الحته دي يعني حاجه كويسه جدا، بتحل اسئله كتير. فاللي هو وانا بذاكر ابقى عارفه اه، بتجي بتبص تلاقي صوره لما بيجي سؤال زي كده وانت محتار تعمل ايه، فبتحس ان الصوره جايه كده في دماغك اكن الكتاب مفتوح لك كده قدامك وبيقول لك اه الاجابه اهي، فبتبقى حاجة كويسة جدا ان احنا نركز عليها. وكمان برضو افرق بين الحاجات المتشابهة، يعني الدكاترة بيحبوا يجيبوا اسئلة هنا قوي، يعني انا ايه لما الاقي حاجات عندي مثلا في الكتاب جاية متشابهة ومش عارفة ايه وكده ابدأ اظبطها واركز على الحتة دي قوي. تمام طيب انا كده خلاص قرأت وفهمت وخلصت المحاضرة والدنيا تمام وكده، خلاص بقى اقفل بقى لا هعمل حاجة، هجيب اكون بقى معايا ايه كشكول، هعمل ايه بقى بالكشكول ده؟ هبدأ الخص فيه المحاضرة اللي أنا ذاكرتها دي، ألخصها كلها يعني أكيد لا، لو ألخصها أعملها في صورة خريطة ذهنية كده، يعني بحيث إن المحاضرة كلها لو هي في الكتاب بتاع 20 صفحة 15 صفحة، فأنا هعملها في الملخص بتاعي ده صفحة صفحتين بالكتير، بحيث إن الملخص ده حقيقي كنز بيجي في وقت كده بيبقى جامد. يعني بحيث إن أنا هاجي هيفيدني في إيه الملخص ده؟ قبل ما هاجي مثلا أروح المحاضرة هاجي إيه؟ هاجي في 10 دقايق بالظبط هكون لو بصيت على الملخص ده هيفكرني بالمحاضرة كلها تاني،
يعني انا ممكن ابقى ماشيه المحاضره واركب وانا راكبه العربيه مثلا، او قبل ما الدكتور يشرح مثلا وانا قاعده مستنيه او حاجه لسه ميعاد المحاضره ما جاش بالظبط 10 دقايق، لو بصيت في الملخص ده بتلاقيه بيفكرني بالمحاضره كلها تاني وبيفيدني جدا. يعني اكنك زي ايام الثانوي لما اللي هو كنت بروح الحصه وارجع اذاكرها، وقبل ما امشي الحصه تاني اذاكرها تاني، فكانت بتثبت المعلومه اكتر. فدي نفس الطريقه بس بوقت قليل بقى، وحاجه جميله يعني. كمان الملخص ده ليه فايده احسن واجمل بقى، هي بقى لما هيجي بقى الفاينل بقى وقت زنقه الامتحانات، لما يجي بقى الامتحانات بقى بجد. فالملخص ده انا اكيد لما هاجي الامتحان انا هذاكر من الكتاب تاني عادي، اللي هو انا اكيد مش هروح اذاكر الصفحتين دول بس وانا كده فل لو ذاكرت، اكيد لا. هذاكر بالتفصيل تاني من الكتاب، بس هيبقى لما بقى هاجي اليوم اللي هو قبل الامتحان مباشرة او الصبح قبل ما امشي الامتحان، هبص على الكشكول ده وعلى الملخص اللي انا عاملاه ده اللي هو بخط ايدي اصلا، انا فاكره كل كلمه انا كاتباها، حقيقي بيفكرك بالمنهج كله تاني وبيظبط الدنيا وبيسيستم الدنيا كده في دماغك، فبيبقى مفيد جدا يعني. فحاجة كويسة ان انا اعمل كده. تمام. طيب اخر حاجة بقى عشان الفيديو طول قوي، بس حقيقي كل كلمة انا قلتها فيه مهمة يعني، وبقول لي رأيكم برضو. طيب افصل امتى؟ الحتة دي برضو معتمد عليك يعني. انا في ناس قالوا مثلا ذاكر ساعة وخد بريك مش عارف 10 دقايق، او ذاكر ساعة لربع وخد بريك ربع ساعة ربع ساعة كده يعني. انا بالنسبة لي لا، ما مش كده، او مش بحب مش بفضل الحتة دي. افصل لما احس ان انا تعبت يعني. انا خليني مثلا قاعده ذاكرت ساعه ودخلت في الساعه ونص والساعتين وانا لسه دماغي مية مية ومستوعبه الكلام اللي انا بقراه جدا وفاهمه ومش تعبانه ولا اي حاجه خالص، ايه اللي يخليني اروح افصل او اروح مثلا اقول اخد بريك او اجيب حاجه وارجع؟ في الغالب لما بروح نفصل مش بنفصل يعني، لو اقول انا اروح افصل 5 دقايق 10 دقايق ما بنفصلش 5 دقايق 10 دقايق دول خالص، بتقلب معانا بساعه وساعتين وثلاثه وفي ممكن ما ارجعش اصلا. طب انا بقى ليه بقى اخلي الشيطان بقى يعني، او يستنى يعني استنزف الفرصه دي واديله الفرصه دي ان انا ما ذاكرش او كده؟ لا خلاص انا المستوى بخلص اكمل يعني، مش محتاجه ان انا افصل يعني. فده بالنسبه لافصل امتى يعني. وكده عشان برضو الفيديو ما يطولش اكون خلصت معظم الحاجات او الحاجات المهمه جدا في المذاكره في الجامعه. اتمنى يكون اكون قدرت افيدكم ويكون الفيديو عجبكم، وبس كده. والسلام عليكم ورحمه الله.